أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء توزيع 1 مليون كرتونة مواد غذائية في محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقا من محافظة بني سويف. وأشارت حياة كريمة إلى أنه تم توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا في المحافظة، وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إشارة البدء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق مبادرة كتف في كتف، شهدت محافظة بني سويف اصطفاف نحو 20 عربة محملة ب 22 ألف كرتونة معبأة بالمواد الغذائية بحوالي أكثر من 200 طن، ليتم توزيعها على أهالي قرى مركز سمسطة، وذلك بمشاركة مؤسستي أبو هشيم الخير وحياة كريمة. هنبدأ ب 20 ألف في سمسطة، 10,000 في الواسطة، بيبا، أهناسيا، بندر، بني سويف، مركز ناصر، يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز في بني سويف. كل مركز نصيبه طبقا لعدد نسماته، ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف، وهو مكون الحماية الاجتماعية. تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول، ده تالت تعاون ما بيننا وما بين حياة كريمة. دايما في مؤسسة أبو هشيمة الخير عندنا مبدأ إن احنا نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتضمن إن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين. يأتي نصيب محافظة بني سويف على مدار الأيام القادمة بتوزيع نحو 70 ألف كرتونة لسبع مراكز تابعين للمحافظة من أصل 200 ألف كرتونة يتم توزيعها على جميع المحافظات من قبل المؤسستين وبمشاركة أكثر من 300 متطوع. عمل الخير ده مش محتاج كلام، ده حاجة نابعة جوه المواطن المصري. مواطن المصري بطبيعته وبفطرته أصلا بيحب الخير، بيحب الخير لكل الناس. بفرح جدا لما بشوف الناس قد ايه حريصة ان هم ينزلوا يساعدونا في توصيل الكراتين اللي او يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف او في كل المحافظات. تأتي هذه القافلة كأول مشاركة لمؤسسة أبو هشيم الخير بعد توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين التحالف، لتترجم هذه المشاهد نجاح التحالف الوطني في وصوله للفئات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات للتحالف بجميع المحافظات وتنسيق كامل بين جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلته.